مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج برافو. نستضيف اليوم الأخت نرجس التركي اللي هي في قائمة الائتلاف، ائتلاف الكرامة على تونس 2، والقائمة هذه اللي نجحت واللي هي في المرتبة الثانية مع الدكتور يسري الدالي اللي هو رئيس القائمة، والأخت نرجس هي في المرتبة الثانية. أولا ساعة برافو اللي أنتم شاركتوا في الانتخابات، ثم برافو اللي أنتم نجحتوا، ثم كذلك برافو اللي انت معناها انت موجوده نرجس تركي في ائتلاف الكرامه. ليه بربي وضح لنا الحكايه هذه بتاع ائتلاف الكرامه، خاطر فما برشا كلام قاعد يقال على المجموعات هذه والمجموعه هذه اللي هما معناها ناس ربما متطرفين. انا مش فاهم معناها فما تطرف وفما على كل وضح لنا. شكرا على الاستضافه، يعطيكم الصحه، وشكرا لبرنامج برافو. مهمة جدا النقطة اللي تعرفت لها. ساعة نحب نقول لائتلاف الكرامة، كلمة ائتلاف في حد ذاتها هي تشمل مجموعة من المنخرطين بين ظفرين مستقلين، اتفقنا على جملة من المبادئ ومن الأفكار. كما قاعدة تشوف وقع الترويج لبعض الأفكار من فكرة التطرف أو فكرة بين ظفرين، يقولون بكلمات دواعش ويقولون خوينجية، هذه الكلمة التي تداولت كثيرا. دواعش. لكن نحب نقول كنت راه فيا انا مثلا داعشيه، مرحبا بالدواعش اللي كيفي. يعني غير ما نسيت ما قلتش اللي انت معناها باحثه في فلسفه الاخلاق السياسيه. الاخلاق والسياسه والسياسه المعاصره. يعني موضوع كبير برشا. يعني اكيد بصدد الاستعداد اطروح الدكتوراه في الفلسفه السياسيه المعاصره، اشتغل على حنا ارنتت. سيت اون فيلوزوف امريكان الموند. فوالا تحدث عن حقوق الانسان في اطار المواطنه من خلال نظريه سياسيه عندها. كيقولوا اخلاق السياسه، اخلاق والسياسه، ويلي هالاخلاق نتاع السياسه اللي توا احنا 8 سنين هي بون قبل يا مال توا قاعدين نكتشفوا مش في اخلاق، غادي من الاخلاق معناها قاعدين نشوفوا الشعب التونسي شاف العجب معناها على مستوى الاخلاق السياسيه. نعم، النظره النقديه كبيره هذه اخلاق السياسه. تعرف اللي السياسه والاخلاق مجالين لا يتقابلان ابدا بمفهوم الاخلاق اللي نعرفوه نحن. السياسه عندها منطقها الخاص. الاخلاق السياسيه، لو شئنا ان نقول اخلاق وسياسه، هناك منطق المصلحه، منطق الواقعيه. هذا هو، يعني من خلال منطق المصلحه والواقعيه هو اللي يخلي بعض الناس تضرب بعضها. تراس الخطاب العنف يكملوا بعضها. هذاك هو اللي قاعد يصير. سامحني انت توا في هو رئيس قائمه سي الدكتور يسري الدالي، هو اللي بدي يكون موجود في مجلس النواب، انت الثانيه، دونك انت مش مشكون اذا كان الدكتور يسري خذا حقيبه. نعم. وخذا يعني بوست في. نعم. الحكومه. نعم. انت باش تكون في مجلس النواب. باهي، اش تحبوا اش بيكم جيتوا ائتلاف الكرامة، اش تحبوا منا، اش تحبوا عنا، اش تحبوا من الشعب التونسي؟ نحبوا اول حاجه محاربة الفساد. باهي، هذه الرسالة الأولى، محاربة الفساد. كلكم تحبوا تحاربوا الفساد، كلكم الناس كلها تحب. لأنه لا، فما من يروج محاربة الفساد ويخدم في الفساد. يعني فما نقول واحدة الفترينة السوق هذيك ندخل بها انا نروج لها، وبين انسان فعلا المبادئ نتاعو قامت على محاربة الفساد. هو بعد المرأة والشباب ولات يعني الأصل التجاري فون كوميرس ولا مكون كالفساد بعد ما كانت المرأة والشباب. نفهمك أنت كي تنقد بالطريقة هذه، أنا نفهم. لانه وقع فعلا استغلال المراه في برشا مواقف، صحيح، لكن هوني اذا كان احنا ما نقفوش، بمعنى راهو كي نقول محاربه الفساد مش كلام، اذا فعل نقولوا الفعل والكلام. شفتوا نقولوا فلسفه سياسيه، احنا الفلسفه السياسيه لا تكون في اطار الا في اطار الكلام اللغه والفعل. هيك بربي ما تصعبش علينا برشا. شوف احنا الشعب التونسي توافقني اللي هو جائع ولا اكيد توافقني اللي هو تهمش ولا اكيد توافقني اللي التعليم نتاعه كومبليتمون مش على روحه يا اخي، موافقين على كل شيء. الاشياء النيجاتيف الكل موافقين عليها الناس كل، سواء كان الناس في الحكومه، الناس اللي في مجلس النواب، الناس في الشارع، العباد. يا اخي الى متى والدنيا قاعده كما هي؟ احنا نقولوا موافقين، فين الفرق؟ نرجع لك نفس النقطة. ما فماش فعل.
نتكلموا ما نفعلوش. ما فماش اي دونك حكي فيها كيفاه دونك وقتاش نوليو نحكيو بالحق على محاربه فساد وقت اللي بالحق راهو محاربه سيغتيغا في الواقع. انت عندك دوسي في فساد يلا اخدم انا روحك. فما شكون جا هنا قال لي انت ما تحب تحارب الفساد يجى للاداره التونسيه تو يقف كل شيء ما عادش تنجم تحارب الفساد. قال لي ما تنجمش فما حاجات تقبل وفما ما عادش هو اداره واوراق و ادخل قال للاداره وتشوف قال كيفاش ما تنجمش تحارب الفساد فما ناس موجودين في الحكم جا وقالوا الكلام هذا هنا على هذاك ممكن الى حد ما في كلام واقعي. باهي فهمت على هذاك راهو كلمة محاربة الفساد ما تجيش هكاكا يلزم برنامج وبرنامج سلون إن معناها استراتيجية كاملة وفما بلانيفيكاسيون. شوف ما نقولش محاربة فساد في المطلق يلزم أنا محاربة الفساد مثلا باش ناخو يا سيدي خذ 10 سنين ما يعطينيش باش تعمل فكر عملوا العام الثاني العام الثالث اي انسي تويت اعطيني ان بلون بيان ديتيرميني باش تبدا انت وما حاجات عاجله زاد ابسوليمون علاش خاطرك يقولوا ان بلون بيان ديتيرميني راهو تبدا بالاوليات توا مثلا الشتا اللي صبت الناس اللي غرقت يا اخي مش اوليه هذيك يا عندنا قضيه حكينا عليها يا اخي توا باهي سامحني احنا عملنا بلديه انتخبنا البلديه باش تقول لي بلا ليله وضحاها البلديه باش تحل المشاكل ما عندهاش عصا سحريه مثال فكرتني في البلديه فما رئيس بلديه فما رئيس بلديه نحب نقولها بزاف فما رئيس بلديه ما قام يعمل ولا يعين في المستشارين نتاعو تصور في بالك ما شاف الوزراء تعين في المستشارين والناس كلها حب يمارس نشاطه والله شوف دونك انتم اختلاف الكرامه معناها من خلالك انت انا ما نراش معناها حكايه تداعش ان شاء الله ربي يوفقك برنامجكم ربما ان شاء الله نكتشفوه مع الوقت. انتم عندكم قدام النائب توا 21 نائب يعني عندكم وزن في مجلس النواب ان شاء الله ربي يوفقكم وباش نتبعوكم احنا شنو نحب؟ حبوكم تتبعونا خاطر مادام ثم تتبعونا مادام ثم خدمه ثم احترام للمبادئ او للبرنامج او للرساله اللي قدم معها وقت اللي انت ترقد ما تتبعنيش هذا هو اللي باش يصير وهذا كما صار ولا باش يصير مش باش يجينا انه سمحت لي بربي في جمله الوقت خاطر زربنا واش في جمله حكومه جديده تو شنو تقول في جمله هكا حكومه جديده موجوده في تونس يزينا من الكلام يلا بالحق وقت ضاع شوف عندك الانتقال الديمقراطي في الدول الكل اللي عرفت الثورات يدوم 12 سنة مرت منها 9 سنوات ولم يبقى إلا 3 سنوات هل في 3 سنوات سنحقق الانتقال الديمقراطي وإلا ستفشل التجربة التونسية؟ إن شاء الله إن شاء الله تنجح. شكرا سيدي يقول له تبغاه شكرا مرحبا بكم بي عايش.